السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي قناة الإبداع، دايما معكم أحمد علي من القناة. لو لسه أول مرة بتشوف الفيديوهات بتاعتي، أتمنى إن حضرتك تشترك عندي في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. في الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم عن مشكلة الواي فاي في جهاز اللابتوب. طبعا هنا معمول عليها رمز شرط وعليها علامة إكس. في الحالة ديت يعني ممكن يكون عندنا 3 حالات في ان يكون عليها علامة اكس. اول حاجة يا اما التعريفات كارت الواي فاي مش متعرف، وفي الحالة ديت بيكون زي رمز كمبيوتر وعليها رمز الاكس. في الحالة التانية يا اما اصلا الحالة التانية ان يا اما يكون زر الواي فاي مقفول او اي حد ضغط عليه فقفله، لو لوحة تاتش اللي هي اللي بيكون زر تاتش يعني، او ممكن يكون في باقي الاجهزه زر عادي بيبدا يتحرك شمال ويمين. في معظم الاجهزه بيكون في مقدمه الجهاز من تحت اللوحه التاتش اللي هي اللي بنبدا نغير بتاعه السهم، بتلاقيها تحت اقصى اليمين او اقصى الشمال بتلاقي زر صغير بتبدا تحركه. افحص اللابتوب بتاعك جيدا. تمام، في الحاله ديت اول ما بتحركه حركته اهوت اهو اشتغل على طول وبدأ يجيب لي أجهزة الواي فاي المتاحة. تمام. قبل كده لو قفلته، لو رجحته تاني وقفلته اهوت مفيش أي حاجة خالص. طبعا افتحه تاني اهوت بيبدأ يعمل كونكت عادي خالص، بيبدأ يصفر ويجيب لك كل الحاجات اللي عندك، كل شبكات الواي فاي اللي عندك. تمام، الحالة الأخيرة إن هو ما يكونش أصلاً في شبكات واي فاي في المحيط بتاعك، اللي هو ما فيش أي شبكات واي فاي خالص، ما فيش أي حاجة خالص. طيب أنا في المحيط بتاعي مليان شبكات واي فاي حوالي 7 أهو. أنا طبعاً الواي فاي بتاعي مسميه واي فاي، وهو ده أقوى واي فاي عشان ده طبعاً عندي في البيت، يا دوب جنبي على طول 3 متر ولا حاجة. هبدأ أعمل كونكت مع الواي فاي بتاعي. تصبر بقى لحد ما يبدا عن ام سي دي ار بالنسبه لشركه مصر المخصصه يعني اللي انا بتدرب فيها حاليا. طبعا الواي فاي اشتغل اهوت عادي خالص، مفيش اي مشكله. عايز تدخل على النت بيدخل عادي، مفيش اي مشكله. كده نكون عرضنا مشاكل اللي ممكن تواجهك في الواي فاي واتصال الواي فاي بتاع اللابتوب. قلنا 3 حاجات، يا اما اصلا مفيش شبكات حوالين بيت حضرتك، او انت اصلا قافل الواي فاي بتاع اللابتوب بتاع الراوتر او الاكسس مش مخليه يوزع واي فاي، او انك ما تكونش معرف كارت الواي فاي مش متعرف داخل الجهاز، او ان يكون الزر بتاع الجهاز مغلق، او اللوحه التاتش اللي هي زر كده بيكون منور رمز الواي فاي بيكون في اتش بي، او عاده تبدا تضغط عليه بيبدا يفتح لك الاتصال بتاع الواي فاي والبلوتوث. اتمنى في هذا الفيديو ان انا اكون فدت الناس. طبعا اتمنى انكم تشتركوا عندي في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لك كل ما هو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.